هني الفريق الوطني اللي خد المرتبه الثانيه في مصر. الحمد لله خدوا هذا المرتبه اللي كانت بعد 10 سنوات ما لحقناش النهائي. بالنسبه للمباراه تاع اليوم، هذه المباراه كنا تري كونسونتري بور سو ماتش، اون اتوندي سو ماتش دوبوي 4 سيمان ولا 5 سيمان، وين تعرفوا مستوى البطوله راهو شويه ضعيف، وين نستناو فريق بومرداس ولا فريق المولوديه باش نقدروا نلعبوا مباراه، وين كنا تري كونسونتري طريف الماتش تاعنا. الحمد لله فزنا بالاداء والنتيجه. الحمد لله المباراه ما كانتش صعبه، حضرناها احسن تحضير، جرينا بيان لو ماتش تاعنا، لو سكور راح ب 14 بوت ديكار، رانا اسورينا لي دو بوت تاعنا ان شاء الله، وهذا الماتش ثاني كيدخل في لا بريباراسيون لا كوب دافريك ان شاء الله كي اريف بيانتو. اليوم سيتي ان بو تري تري ديفيسيل دو سامبوزي دوفون ان تال كلوب لبيار، لي دو كلوب بورتون يو سو كونيس، مي نو زامبوزي ان ريتم انفرنال. Bon, on n'a pas su aussi concrétiser les duels gardien-tireur, ce qui nous a coûté les montées de balles et les contre-attaques. On n'a pas bien préparé ce match parce que les blessures ont toute la semaine. Ou déjà, on a beaucoup l'effectif, inchallah, il a eu. يعطيهم الصحة البيار، داروا مباراة مليحة اليوم، وإن شاء الله في الروتور يكون ماتش خير من هذا إن شاء الله.